بداية أخبارنا هتكون من الكورة. طبعا كلنا تابعنا وفرحنا بفوز منتخبنا الوطني امبارح على السنغال بهدف مقابل لا شيء. طبعا فرحة كبيرة وعظيمة ومهمة، لكن ان شاء الله تبقى الفرحة فرحتين. والفرحة الكبيرة بقى، طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا ماتشين ذهاب وعودة، خلصنا الماتش الاولاني، فاضل الماتش الثاني ان شاء الله اللي هيكون في السنغال يوم الثلاث اللي جاي. وان شاء الله يا رب، ان شاء الله ربنا يفرحنا جميعا ويوفق منتخبنا الوطني ونتأهل للمونديال باذن الله تعالى. اكيد في كلام كتير حوالين المباراة امبارح وحوالين الأداء وطبعا بعدد من التعليقات والانتقادات، لكن خلونا مع الحاجات الإيجابية الأول الحقيقة، لأنه سنتكلم على التنظيم والتأمين، التواجد الجماهيري الجميل والكبير الحقيقة. ويمكن دايما بنقول الكرة عايزة التشجيع، عايزة الروح، عايزة الهدافات اللي بترج الملعب وبتنعكس طبعا بالإجابة على الفريق وعلى أدائه. فده احنا شفناه امبارح الحقيقة، شفنا الجماهير المصرية وهي مالية الاستاد على الآخر، وشفنا هتافهم اللي بيهز الأرض من أول دقيقة لآخر دقيقة الحقيقة. ده غير طبعا أن الناس بتبقى رايحة قبل الماتش بخمس ست ساعات على الأقل، يعني بيبقى جهد عليهم هم كمان كبير الحقيقه. لكن زي ما بنقول عندنا هدف وعايزين نحققه، والمصريين يقدروا يعملوا اي حاجه وكل حاجه طول ما في هدف قدامهم وفي اراده وفي عزيمه نشتغل على الهدف ده ويتحقق باذن الله تعالى. ارجع بقى للكلام بخصوص الانتقادات، او يعني انه لازم بيكون في سلبيات او بيكون في ملاحظات، لكن بيبقى السؤال بقى هل مهم دلوقتي ان احنا نركز على النواحي السلبية ونقول والله كروش قصر في كذا، كروش عنيد ما بيسمعش الكلام في حاجات معينة او ما بيستجبش للانتقادات، هل الاداء الجماعي ما كانش موجود بالشكل المطلوب، هل النواحي الفنية برضو كان فيها بعض القصور وبعض المشاكل؟ فالسؤال نتكلم في ده ونركز في ده، ولا الكلام ده ممكن ان هو يأثر بالسلب على الروح المعنوية للمنتخب والجهاز الفني؟ واحنا قدامنا يعني ماتش مهم جدا جدا وهو اللي هيحسم الموضوع، ولا لا ننتقد ونتكلم ونعدل ونشوف الأداء يكون أفضل بإذن الله تعالى لصالح الجميع؟ سؤال مهم والكل بيتكلم فيه، أنتقد ولا لا أبقى مع الفريق؟ طبعا أنك لازم تكون بتشجع والروح المعنوية لازم تكون موجودة، ولازم كلنا نكون ورا منتخبنا بكلام إيجابي، حتى لو بتتكلم بتنتقد بشكل سلبي بيكون علشان الصالح العام، وتغلف الانتقاد ده بشكل برضو لطيف، لكن يبقى فيه بعض الكلمات القاسية والصعبة بالتأكيد، لأن احنا شفنا أن لا الناس بتقرأ وبتسمع وبتتابع كل اللي بيتقال وكل المواقع والسوشيال ميديا. فطبعا ده برضو يمكن جزئية هنتكلم فيها بعد شوية.